السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. نصيحة أقدمها لإخواننا وأخواتنا في شعب تونس الشقيق، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كلنا سمعنا بما حصل في بلدكم، حيث تم إقالة رئيس الحكومة وتم تجميد البرلمان من قبل رئيس الجمهورية وهو قيس سعيد. طبعا هنا نصيحتي لكم لا شك ولا ريب هي نصيحة أخوية، أن تحافظوا على وحدتكم، تحافظوا على ترابطكم، ولا تجعلوا للشيطان حظا ولا نصيبا في ما حصل. تكاثفوا، وحدوا الجهود والطاقات، لا تجعلوا الأيادي الخفية الخبيثة ربما تحاول أن تفسد عليكم بلدكم كما حصل في بلاد الأخرى. خذوا الدروس والعبر لما حصل في يمن، لما حصل في سوريا وهكذا البلاد، لا داعي إلى تكرار الأسماء. لكن الذي أريد أن أقوله لكم أنكم الآن أنتم بأمس الحاجة إلى الوحدة والتكاتف ونبذ الخلاف ونبذ الصراعات ونبذ المشاحنات وامتلاء أو ملأ الفراغات التي قد تكون سبباً في حصول شروخ في البلد. مهما كان ومهما حصل، الذي يجب أن نعرف هو نحن الشعب بحاجة إلى لقمة عيش حلال، بحاجة إلى أمن وأمان، بحاجة إلى اقتصاد يساعد الناس أن يعيشوا في رغد. تونس الحبيبة بلد فيه بشعبها الخير، فيها خيرات، فيها إمكانيات، فيها طاقة وجهود، رجال بنوا هذه الدولة منذ سنين بعد الاستقلال. فإياكم وإياكم أن يدخل الغرباء بينكم أو ممن باعوا ذممهم وباعوا دينهم من أجل أموال بخسة لكي يفسدوا البلد. انتبهوا من هؤلاء الناس وكونوا على حيطة وحذر. لا أريد أن أتكلم عن قضايا سياسية، هذا موضوع يخص البلد، لكن أيضا أوجه أنه كلما اقتربتم من الله، ليس تونس فقط، كل البلاد العربية والإسلامية، كلما اقتربنا من الله سبحانه وتعالى، كلما نصرنا الله وقوانا الله وجعل بلادنا بلاد خير وأمن وأمان، وكلما ابتعدنا عن الله وعن دين الله وابتعدنا عن القيم والمبادئ وأخلاق، لا شك ما ننتظر إلا عقوبة أو غضب من الله سبحانه وتعالى. البلاد تونس تمر بأزمة، وهذه الأزمة حلها عندكم أنتم أبناء البلد. التفتوا لما هو خير ومنفعة للبلد، لا تبحثوا عن المناصب ولا تبحثوا عن الصراعات، بل ابحثوا ما هو الخير الذي ينفع تونس في هذا الوقت، وخاصة موضوع، لا تنسوا موضوع كورونا اللي أصبح منتشرا وبكثرة، هذا بحد ذاته مصيبة وابتلاء أيضا من الله سبحانه وتعالى. فيمر تونس الآن بمرحلة كورونا صعبة للغاية، حيث الإصابات كثيرة
والوفيات أيضا، فجهودكم لا تذهب هباء منثورة. هذه الطاقات الموجودة في البلد لا تشغلوها ولا تصرفوها في النزاعات والصراعات، بل اشغلوها ببناء بلدكم بالوحدة والألفة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا وصابروا ورابطوا، كل من موقعه كل من موضعه. المهم أنه يقوم هذا البلد قومة قوية مبنية على أسس وقواعد قوية، اقتصاد قوي، تجارة قوية، وأمن قوي، وأمان قوي، وصحة قوية إن شاء الله. هذا ما كنت أريد أن أقدمه، ولا تلتفتوا للتحليلات الباطلة، وكل يتكلم بطرق أو بأشكال كأنه هو اللي جالس في وسط الرئاسة ووسط البرلمان ويحلل على مزاجه، هذا انقلاب وهذا ما أدري إيش وهذا كذا وسوف يكون كذا وسوف هذه كلها ناس لا تريد الخير لكم. الذي يريد الخير لكم هو الذي يدعوكم إلى الوحدة، ويدعوكم إلى التآلف، ويدعوكم إلى أن تصطفوا صفا واحدا في الحفاظ على كيان هذا البلد، لكي لا تكونوا فريسة للأعداء ولا ينهار بلدكم. بلدكم يمر بفترة حرجة جدا، إما أنكم تكونون سببا لنجاحة أو قيامة، وذلك بما ذكرت من القواعد اللي هو الوحدة والألفة، أو تدمر هذا البلد بأيديكم وتكون فرجة للناس، ويحصل كما حصل في البلاد الأخرى. فالكرة في ملعبكم أيها الشعب التونسي الأبي، اجتهدوا، لا تلتفتوا للقيل والقال والاستنتاجات السياسية والاستنتاجات المستقبلية، سوف يكون كذا ويحصل كذا، كله هراء في هراء. أنتم أدرى بمصلحة بلدكم، وفقكم الله لكل خير، وزادكم حرصا وثباتا، وحفظ الله تونس وأهل تونس من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن الابتلاءات، ومن كيد الأعداء، ومن ظلم الظالمين. هذا ما أردت أن أبينه على عجالة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.